السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة صحة فطوركم وصحة رمضانكم. ثاني حاجة شكرا على رسائلكم وشكرا على التواصل المستمر تاعكم معايا. فيديو تاع اليوم من أحد طلباتكم لواحد الطفل، فيديو يعني مشي من هذا رمضان، ولكن هذا الطفل يعني صلى بالمصلين، صوت رائع. سمعت مقتطف صغير برك، لكن قررت أني نسمعه كامل معاكم أعزائي المشاهدين. طفل صغير يعني، اللهم ارزقنا ذرية صالحة، قولوا آمين كامل في التعليقات. واللي عنده ذراري إن شاء الله ربي سبحانه يصلحهم، واللي عنده ذراري طبيعة الحال مدخلين وشوية في حالة متعبة، يعني ربي إن شاء الله يهديهم ويصلحهم. المهم أنا الفيديو عندي وبعثوا لي الرابط، ولكن ما طوليش المعلومات كلها حول هذا الفيديو. كل واحد يكتب لي طبيعة حال المدينة، شكون هذا الطفل، هل عنده قناة، هل مازال يعني يستمر يصلي تراويح بالناس. يلا نشوفوا مع بعض خوتي خوتاتي. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. امين صدق الله العظيم. اول ملاحظه، صوت رائع، تجويد بالاحكام صراحه، بسم الله ما شاء الله. نحكي لكم قصه سريعه. كنت في احد الايام مسافر في سنه 2017، كنت مسافر خارج الجزائر، كنت رايح باش نقرا في الخارج، وفوت مرحلة طويلة ما كنتش نصلي الجمعة. يعني أنا الجمعة يعني حتى وإن لم أصلي صلواتي في الأسبوع يعني في المسجد، الجمعة لازم نصليها في الجامعة، يعني هذا فرض على كل مسلم. ما كنتش يعني ظروفي ما كانت تسمح لي باش نصلي، والمنطقة اللي كنت عايش فيها كانت شوية يعني صعب أنك تصل إلى المسجد، يعني وخاصة مبلوجي طون بروغرام إلى آخره. يعني الجمعة ما صليتهاش لفترة طويلة، ربي إن شاء الله سبحانه يغفر لي على ذيك الفترة. وبعد هذا الفترة دخلت إلى أحد المساجد لكي أصلي صلاة الجمعة، وتذكر جيدا لما سمعت تلاوة القرآن في المسجد والناس كامل الهيبة هذيك، حسيت بواحد الأمر يعني والله الدموع سالوا وحدهم. أول مرة يسيلوا دموع في المسجد يعني بهذه الطريقة، الدموع سالوا وحدهم خوتي خوتاتي، بلا ما سبحان الله العظيم، يعني تبوريش حكمتني، اختلطت علي الأحاسيس سبحان الله. والإحساس هذا راني حاسه يعني كراني أشوف هذا الطفل. صدق الله العظيم. صراحة يا أخي ويا ابني عندك صوت رائع بالنسبة إلى سنك، صوت وتلاوة رائعة. يعني الأطفال لما يصلوا، الأطفال يعني كعرف باللي ربي سبحانه مش مكلفهم، معصومين مرفوع عليهم القلم، يعني كيتوفى والأطفال يدخلوا الجنة مباشرة. يعني الطفل يعني قلبه صافي كيصلي بالناس، يعني الصلاة تاعو تكون عذبة طاهرة، يعني شرف لينا أنه يصلي بنا طفل حافظ القرآن الكريم أعزائي المشاهدين، والله لا العظيم. الحاجة اللي لاحظتها
ولازم عليكم تقولوا لي رايكم، مشي لازم عليكم وانما نطلب منكم انكم تعطوني رايكم. يعني هل لاحظتم انه الاطفال جو بريسيز ماشي نهضر على الكبار، الاطفال اللي قبل سن البلوغ يكونوا حافظين لكتاب الله عز وجل، تحس باللي في عقلهم ناضجين، يعني ايسون ماتور، عندهم واحد النضج في عقلهم. هل لاحظتم هذا الامر؟ انا لاحظت، يعني شفت اطفال كثر حافظين لقران الله عز وجل، ونعرف حتى نعرف حتى بنات حافظين لقران الله عز وجل، يعني القران الكريم، يعني بنات حافظين القران الكريم، يعني تحسهم باللي كاين عندهم حاجه زايده، كاين عندهم حاجه زايده، وش هي الله اعلم. يعني بالك ناس يجوا يقولوا لي هذه تخيلات الى اخره، والاحترام اكيد يكون في احترام، ولكن كاين واحد الاحساس اللي ما نقدرش نشرحه لكم. يعني المهم نسي كيفاش ندير نفهمكم، نستمر في سماع هذا القرآن، يعني تاع هذا الولد، هذا الملاك، ملاك في الدنيا، يعني نسي نشرح لكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا خوتي. أترك لكم الفيديو في الأسفل في الديسكريبشن بوكس الرابط تاعو. بغيت نقول بارك الله في كل واحد شارك في تربية هذا الطفل، الوالدين تاعو ولا الأقرباء تاعو ولا المعلمين تاعو ولا حتى الأساتذة اللي حفظوه القرآن الكريم، أساتذة الفقه وأساتذة القرآن الكريم والأئمة. إن شاء الله ربي سبحانه يبارك فيكم، وإن شاء الله ربي سبحانه كما نقول يقدرنا كاملين على حفظ القرآن، ولا مساعدة الناس على حفظ القرآن، ولا أبنائنا حفظة القرآن، ولا خوتنا يكونوا حفظة القرآن، ولا حتى والدينا يكونوا حفظة القرآن إن شاء الله يا ربي، لأنه نعمة وأجر كبير الإنسان اللي يحفظ القرآن، إن شاء الله ربي سبحانه يقدرنا. في الأخير خوتي خواتاتي، بغيت نقول هذا الطفل ربي يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله تستمر في هذا المجال، مجال القرآن الكريم، وإن شاء الله تستمر في تلاوتك، وتستمر في حفظك، وتستمر في تحفيظك، وتستمر في كل الأمور اللي فيها الخير، واللي كل الأمور اللي يرضاها الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. في الأخير أشكركم أعزائي المشاهدين، صراحة فيديو كالعادة تبوريشة رمضانية. أشكركم جزيل الشكر، نلتقي في فيديو القادم إن شاء الله. بيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين.